في يوم من الأيام واحد شعر أن هذا الصديق دا يجر إلى جهنم، يحاول وياه، يعظه، ينصحه، لكن إذا شاف ما يفيد، هذا مو قابل للتغيير، يجب عليه أن يتركه. الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، كان يقول أنا حاضر أروح مع صديقي إلى باب جهنم، يعني أي مكان يروح أنا أروح وياه حتى إلى باب جهنم، ولكن إذا أراد أن يدخلني في نار جهنم بعد انتهى. هذا الصديق دا يوديني إلى نار جهنم، مجالسه مليئة بالغيبة والتهمة والنميمة، كلما فعلنا معه ما يفيد. واحد يقطع وياه، مو يقطع بعنف، يتركه. المجلس الذي يحضره هذا لا يحضره. هذه مقدمة وجودية للتوبة، تغيير نمط العلاقات الاجتماعية. ويوم يعض الظالم على يديه، هذه حالة ندم. واحد عندما يتندم يعض على إصبعه، الله يقول يعض على يديه، هذه مبالغ. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه الآية نزلت في عقبة أو عقبة، آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، تشهد الشهادة، ولكن صديقه وهو أبي جره إلى النار. قال له كيف آمنت؟ أنا ما أرضى عنك. ما هي قيمة رضاه؟ شنو قيمة رضا أبي؟ قال أنا ما أرضى عنك، كانا خليلين، ما أرضى عنك إلا أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ذكره باسمه صلى الله عليه وآله، وتفعل كذا وكذا. راجعوا في التاريخ ماذا فعل هذا الشقي حقيقة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله عقبة أو عقب، وفعل ما فعل، وكفر بالنبي، والنتيجة شنو كانت؟ قتل يوم بدر، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحد يغير. إذا ماكو الأمر دائر بين الله وبين صديقي، أترك هذا الصديق.